عارفين المثل اللي بيقول على وشك يبان يا نداغي اللي بان، او المثل اللي بيقول قال الجمل طلع النخله، قالوا طلع النخله، قالوا الجمل طلع، قال لهم ادي الجمل وادي النخله طلعوه. ده اللي بينطبق عارفين على حكومه السيسي من ساعه ما جت من 10 سنين، من ساعه ما السيسي جه ما عندوش حكومات. هو الراجل في حكايه كده بيروها في كتب التاريخ، ان كان في العصر العباسي بيتقتل الوزراء، بيقتلوهم، كل وزير يجي يتقتل، كل وزير يجي يتقتل. ففي قراداتي عمل نمرة حلوة على الحكاية دي، وهتلاقوها في كتاب الطاغية صفحة 120، إمام عبد الله إمام. القرادات ده بيعمل نمرة معاه قرد معوده على حركات كده، وهو معاه طار آلة موسيقية كده يطبل بيها. المهم يعني إن القرد ده القرادات يقول له إيه رأيك تبقى عطار؟ فالقرد يفرح. إيه رأيك تبقى نجار؟ القرد يفرح. إيه رأيك تبقى جزماتي صراماتي؟ القرد يفرح. إيه رأيك تبقى وزير؟ فالقرد يجري ويترعب. الدكتور إمام عبد الله إمام في كتاب الطاغية أورد هذه القصة، إنه الوزراء كانوا بيتقتلوا وما كانش حد عايز يبقى وزير يعني. ده اللي حصل لنا بصراحة، إن ربنا ابتلانا بواحد الناس النظيفة مش عايز تشتغل معاه، فتلم على أوسخ ناس أنجبتهم مصر، أو ناس يعني سكرتها يعني، ناس ما عندهاش غير إنها تهز راسها والكلام وبس. زي الكلام اللي قاله اللي يخلي الواحد يموت من الضحك اللي قاله مدبولي النهاردة. حقيقة مدبولي يعني الناس الكهرباء بتقطع عليها، والناس تيجي تسهر تلاقي الحاجات قفلت، والناس ما عادش إنها غير تقعد في وش بعضها. ده غير إنه في قرارات جاية، رفع السولر ورفع الكهرباء جاي، في خبر إن الكهرباء هتترفع الشهر ده أو الشهر الجاي. قال لك أصله بتكلفنا مش عارف كام، بنبيعها بكام، والبنزين. في وسط المدعكة دي بقى والمشهد البلاك كوميدي ده، طلع يزود بقى، طلع يأفور رئيس الوزراء الهزاز الراس، يقول لك هدفنا شعور المواطن بتغيير على أرض الواقع في أول شهر لعمل الحكومة. حبيب قلبي أيوة، اديهم كده، اديهم هم يحبوا الكلام ده. الشعب المصري شعب يحب اللي يطلع إيه يعني يلعب له في الحتة دي. طب بس مدبولي ما تورينا الجمل والنخلة، هم ما كنت وريتونا الهمة دي والشطارة من 6 سنين فاتوا، من ساعة ما جيت انت براسك دي وانت عمال تهزها كده والناس بتصرخ من أزمة لأزمة ومن مصيبة لأختها. هو انت مش واخد بالك ان الناس بتصوت من قطع الكهرباء، وان مفيش دواء في مصر؟ انت مفيش عندك برضو غير الوعود، وكل وعد عكس اخوه على لسانه هو. يعني بص، مدبولي الثلاث وعود دول، مدبولي بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو سوف يتم وقف قطع الكهرباء، ده اون تي في في القاهرة، وعدنا بتقديم الحل النهائي لأزمة الكهرباء بنهاية العام. الله، مش أنت قلت الشهر الثالث من يوليو؟ بقت آخر ديسمبر؟ يا ريتك تثبت على كده بقى. قال لك طلبت من السادة الوزراء تحديد اليوم الذي سنبدأ منه وقف قطع الكهرباء. يعني مفيش خالص؟ طب مش تنفذوا وعدكم بوقف قطع الكهرباء اللي وعدتوا بيه مع قدوم الحكومة الجديدة؟ مش كان في شوية تحابيش كده وشوية وعود وردية للشعب؟ فاكرين الوعود دي؟ فاكرين الوعود دي لمدة 63 يوم البترول وقف قطع الكهرباء نهائيا خلال فصل الصيف 1/7/24؟ طب ما احنا فصل الصيف. لكن النهاردة فوجئنا بالخبر ده جاي قبل أيام من الدعوات للتظاهر يوم الجمعة الجاية 12/7، اللي هي دعوة للتظاهر في 12/7 جمعة الكرامة. فراحوا منزلين خبر كده نقلا عن مصدر مسؤول اللي هو ما تعرفش هو مين، وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية الحين إشعار آخر. أيوة، كان في واحد بيسألني بيقول لي يا ترى الدعوات لـ 12/7 دي المخابرات عاملاها عشان تكشف حجم المعارضة في مصر وتقول إن مفيش معارضة يعني، ولا هي دعوات حقيقية؟ كان حد بيسألني النهاردة كده، فأنا بقول لك أهي أديك شايف أهو.
وقف تخفيف الأحمال لحين إشعار آخر، يعني لحد ما الجمعة تعدي، لحد ما الجمعة تعدي. لكن يبدو أن في تخطيط وتضارب كبير جدا وتخبط في الوقت اللي فيه مصدر بيقول أن تم وقف تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في الجمهورية، نلاقي خبر تاني من وزارة الكهرباء نفسها بتقول لا لتخفيف الأحمال. ده اللي حصل بس في محافظتين ومش لباقي المحافظات، وده اللي ذكرته موقع جريدة المال. وقف مؤقت بمحافظة أو اتنين الكهرباء تم في إنهاء تخفيف الأحمال بداية من اليوم. يعني عايز لك القاهرة واسكندرية يعني؟ طب افرض المزارات طلعت من السويس، طب افرض المزارات طلعت من بورسعيد، طب افرض ربنا نفخ في اخواننا او اهلنا في الصعيد والمنيا طلعت بمظاهرات، هتعملوا ايه؟ نصدق مين دلوقتي انه في خطه وقف تخفيف الاحمال على مستوى الجمهوريه ولا هي في محافظتين بس؟ برضو زي اللي اعلنته المتحدث اللي اعلنه المتحدث باسم وزاره البترول، اللي ما اعرفش ايه دخل الوزاره في الموضوع ده، لكن المفروض يعلن عنها وزاره الكهرباء. نصدق وزارة البترول ليه؟ نصدق أصلا مصطفى مدبولي ليه؟ بيقول لك مفيش أي تغيير وكله على وضعه. لمدة 63 يوم البترول وقف قطع الكهرباء، طب البترول مالها؟ دي وزارة الكهرباء اللي تعلن. الحكومة المصرية لا يوجد أي تغيير في خطة تخفيف أحمال الكهرباء. نصدق مين؟ لكن الحقيقة المؤكدة إن الناس لسه بتصوت من قطع الكهرباء والكل بيشتكي ومفيش حد سامع شكواه. اسمع الفيديوهات دي كده يا سيسي. يعني انا اروح اعمل زياره لاختي الاقي الكهرباء قطعت من الساعه 1 للساعه 5، الله لا يبارك لك قطعت من الساعه 7:30، الله لا يبارك لك الساعه 9:10 والكهرباء لسه قاطعه برضه. احنا النور اتقطع عندنا النهارده من الساعه 4 للساعه 7، وعدينا الفتره دي ربنا اللي يعلم عديناها ازاي. ماشي، دلوقتي الساعة كام؟ 10:15، اتقطع تاني. هل بت يكون المنع خير؟ ايه؟ يعني ايه؟ الثانوية العامة ايه؟ يعني احنا ايه؟ الحر ايه؟ بالله عليك اللي قاعد على سكينة الكهرباء ارحمني، بالله عليك بالله عليك. انا عندي مكان والله العظيم بعتها خردة بسبب الكهرباء اللي عمالة تروح وتيجي دي، قطعتها لي من الساعة 4 ورجعتها لي الساعة 5:30، بعد كده قطعتها من الساعة 6 رجعتها لي الساعة 6:30، دلوقتي قطعتها من 7:30 ولحد دلوقتي ما جاتش. بالله عليك خلينا ماشيين على المواعيد اللي انت قلته عليها يا سيدي، احنا موافقين على المواعيد اللي انت قلت عليها، خلينا ماشيين عليها. بالله عليك انا على الله والله العظيم على باب الله، بالله عليك يا سيدي، بالله عليك يا سيدي، ومحدش يقول لي جيب مولد، ما حدش يجيب لي سيره مولدات، انزل شوف اسعار المولدات عامله كام. وانت فاكر انك كده يعني مسيت حاسيسه يعني؟ تخيل المواطن ده كان بيستجدي ايه؟ بيتسول ايه؟ حقه الاخير الاخير. تخيل وصلته ل 30 يونيو لايه؟ لان المواطن ده بيستجدي حقه اللي بيدفع ثمنه. يعني المواطن ده انت كمواطن بتدفع ثمن الكهرباء، دي خدمه مش مجانا، محدش بيتفضل عليك بيها، دي خدمه انت بتدفع ثمنها وبتدفع ثمنها غالي قوي. تخيل وصلنا ل 30 يونيو ان المواطن بيستجدي حقه في عدم قطع الكهرباء. اسمعوا كده تاني الراجل ده، العبوا 7:30 ولحد دلوقتي ما جاتش. بالله عليك خلينا ماشيين على المواعيد اللي انت قلته عليها يا سيدي، احنا موافقين على المواعيد اللي انت قلت عليها. بس اقف هنا، احنا موافقين على الضرب يا سيدي، احنا موافقين على ان احنا نتهزق نتهان نموت في الاسانسيرات، بس التزم بالمواعيد. ده مش عايز حقه، لا ده عايز يتضرب بس بانتظام. اضرب بس كتر الناس اللي بتعمل فعل اباحي معانا اخر الكوبري. فاكر نقطه مبارك اللي دايما اقولها لك؟ والله كنا بنقولها ايام مبارك، يا ريس حط ناس اخر الكوبري كده بدل ما كوبري اكتوبر ده زحمه طول الوقت، يعملوا فينا عامله سودة كده وعشان ننجز. برضو حصلت نفس القصه، الناس زحمه، قالوا يا ريس والنبي يعني كتر الناس بقى، كتر الناس اللي بتعمل فينا كده عشان نمشي الكوبري.
فالراجل ده عمل نفس النقطة بالظبط. بالله عليك التزموا بالمواعيد بس. بس اسمعوا تاني، اسمعوا. بالله عليك انا على الله، والله العظيم على بابا الله، بالله عليك يا سيدي، بالله عليك يا سيدي، ومحدش يقول لي جيب مولد، محدش يجيب لي سيره مولدات، انزل شوف اسعار المولدات عامله كام. ادي نتائج 30 يونيو ان انت بتستجديهم يلتزموا بقطع الكهرباء عنك ووقف حالك في المواعيد المحدده. عزيز المواطن، محدش هيديك حقك بالطريقه دي. الحقوق بتاخد انتزاعا، بتتاخد بقوه، بتتاخد كده جبرا، هو مش هيديها لك اصلا يعني. وحقك في كهرباء طول الوقت، مش انها تتقطع عنك في وقت محدد. المصيبه الاكبر في عدد ضحايا قطع الكهرباء اللي بيزيدوا، اللي بيقعوا يموتوا، كان اخرهم طفل صغير اتحبس في الاسانسير في الدقهليه ومات مخنوق بعد ما الكهرباء اتقطعت عليه. خبر اهو، هات الخبر يا بيه كده. مصراوي، الاحد 7 يوليو، لفظ انفاسه الاخيره محتضنا كتاب الله. عمر مات في الاسانسير بسبب انقطاع الكهرباء بالدقهليه. الجمعه 5 يوليو 24. ده غير الرعب اللي بيعيشوه اغلب المصريين اللي بيركبوا الاسانسيرات في بيوتهم، اللي واحد منهم بيركبه يا عالم هيوصل شقته ولا لا داخل العماره. وده نموذج من اللي بيعيش المصريين دلوقتي من رعب وفزع بعد ما الكهرباء بتقطع عليهم في الاسانسير. يعني ينفع كده يا جماعه الكهرباء تقطع بيا انا والولد الصغير في الاسانسير؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش يا حبيبي، حسبي الله ونعم الوكيل. معلش زمايلي بيتكلموا على الطفل كده عرقان ميه. بص هات صوره الطفل اهو، عدى اهو. بص طفل عرقان يا عيني، ذنبه ايه ده بتاع 30 يونيو؟ قطع الكهرباء وتعريض ارواح المواطنين واطفالهم للخطر بالشكل المرعب ده جريمه حقيقيه تستحق ان السيسي وحكومته يتحكموا عليها، لأنهم كلهم مشاركين في قتل المصريين بقراراتهم الغبية بقطع الكهرباء. كل يوم بتقطع عن الشعب قرارات غبية، مش بس واقفة على قطع الكهرباء لكن متصل بها قرار قفل المحلات الساعة 10. عشان إيه؟ نقلل استهلاك الكهرباء. قفل المحلات دي جاب الخراب على أصحاب المحلات اللي كتير منهم اشتكى بسبب كده. ده غير إن في مواطنين برضو مش عاجبهم القرار. خلينا نشوف الفيديوهات دي كده. يلا يا جماعه، فرد اللي تقعد نجاح، حسب الله نعمل ايه. صوته بارئ في الساعه 10، الناس بتبدا تنزل من بيوتها الساعه 6 7 المغرب، اقفل الساعه 10، النور بيقطع الساعه 7 لغايه الساعه 8، استنى النور لما يجي، وبعد كده ساعه يوم يقول لك اقفل. لما اقفل ادفع منين ايجارات وادفع منين كهرباء؟ كهرباء جايه لي 800 جنيه، في ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ انا لا الله اعرف لمصلحه مين اللي بيحصل فينا ده. يعني لما تيجي الساعه 10 ونص يقول نقفل ويجروا يخبطوا على البيبان ويقول لك اقفلي واطفي النور، احنا في غاره ولا في ايه؟ لمصلحه مين بتعملوا فينا كده؟ حرام عليكم، ده باب رزق، باب رزق اللي تقفلوه ليه؟ ليه ده احنا بنقول يا رب ارزقنا ولا تحوجنا لحد. لا اله الا الله، هتقابلوا ربنا ازاي باللي بتعملوا فينا؟ نعيش ازاي ولا ندفع ايجاراتنا منين؟ بالنهار ساعتين النور يقطع، ومن الساعة 10 اقفلوا واجروا. سامعين الناس؟ الناس بتقفل. الساعتين اللي هم يعتبر اساسا في بداية الشغل اللي هو من 3 العصر مثلا لحد الساعة 5. فالشوية دول النور بيقطع فيهم. يعني الحبة دول النور بيقطع فيهم. طبعا على ما النور ما بيجي وتبتدي انت تشتغل تبقى الساعة مثلا جت 6 7 اللي هو الوقت بتاع نزول الناس بقى الطبيعي. تمام كده؟ فوقت نزول الناس الطبيعي ده انت هتخليني اقفل فيه الساعة 10. انا هدفع ايجار ولا هدفع كهرباء اللي هي بتقطع، ولا هدفع عماله، ولا هطلع لنفسي انا المفروض اللي هو اليوميه زي اي حد موجود في المكان،
ولا اجيب بضاعه ولا اعمل ايه؟ طيب مثلا انا عايز ابيع لمبه او لمبتين، عايز اجربهم. خد اقول لك بقى على حاجه تانيه. اول خسائر قفل المحلات بدري قطع الاداء، قطاع الادوات الكهربائيه. بص بيقول لك ايه بعد خارج الادوات الرياضيه 35% 44% تراجع مرتقب في المبيعات. اقول لك على الكبيره بقى، في الاحياء الشعبيه في مصر بتعدي البلديه، انا خدي مني معلومه، بتعدي تلاقي القهوه فاتحه بعد 10 موظفين البلديه ياخدوا من المعلم الظرف فيه الألف جنيه عشان يعديه عشان يطنش القهوة. فياخد الموظفين الباكو الألف جنيه في الظرف المحترم ويمشوا. أقول لك على معلومة، معلومة، يمشوا. يجي بقى القهوجي يحاسب الناس اللي قاعده على القهوه حساب تاني بعد الساعه 10. يعني كوبايه الشاي قبل الساعه 10 ب 8 جنيه، بعد الساعه 10 ب 12 جنيه. المصري بيعرف يسلك اموره. اسمع مني، دي معلومه من داخل الاحياء الشعبيه. موظف البلديه او موظفين البلديه عدوا على القهوه بعد الساعه 10. ايه يا معلم حزنبل مش قافل ليه؟ ودي ادي الظرف للراجل، يديهم الألف جنيه يطنشوا. وهوب أي حد قاعد بعد الساعة 10 الشاي يا جماعة بقى ب 12 جنيه. والناس فاهمة. بس كتر خير المعلم حل لنا المشكلة. غالبية القهاوي الشعبية بتدار بالطريقة دي، كده الموظفين كسبوا والناس قعدت على قهوة دفعت اكتر بس كله تمنه. وكده الحكايه خلصت. انا بقى بسال المصمم مدبولي، كده بتوفروا كهرباء ولا بتعلموا الناس الجشع؟ انت فاكر انك انت قرارك بتاع غلق المحلات ده ساري على الكافيهات في الحياة الشعبيه؟ بتعلق قابلني، انا بقول لك بتعلق قابلني، ابقى تعالى قابلني. كله بيسلك بعضه في الاخر جاي يقول لك تكلفة لتر السولر على الدولة 20 جنيه وبيتباع ب 10، ولا بد من تحريك، ما يسموا ارتفاع الأسعار تحريك. عزيزي المواطن اللي فرح في 30 يونيو، عزيزي وعزيزتي المواطنة، ادفعوا الثمن. الراجل مزنوق 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 وعليه فواتير، نقف جنب أخوكوا السيسي ولا نبيعه؟ اقفوا جنبيه، مش انتوا اللي جبتوه، اقفوا جنبيه. اما الاستاذه دي اللي بتدرس، انا ما اعرفش مين اللي اداها الدكتوراه، مش عايز اشتمه يعني. عمري ما ندمت على 30 يونيو واخر مشاركتي ونزولي الشارع كانت حوالي الساعه 8 لما الطيارات رسمت قلوب خضراء فوق مدينه التحرير، فحسيت اني محتاج افكر وفكرت وفهمت ومش ندمانه ومش مسؤوله عن اي حاجه بعد كده، وكان ضروري حياه او موت. دي دكتوره بتعلم، دي قسما بالله العظيم خساره فيها لقب دكتوره، لانها لو دكتوره يعني قرت والكتب متاحه وموجوده. كتاب الطاغيه بتاع امام عبد الله امام ده نزل ايام مبارك من عالم المعرفه. حواراتي مع السادات احمد بهاء الدين ده نزل قبل ما احمد بهاء الدين يعيا، قبل ما يمرض. كتاب كيف تعمل الدكتاتوريات ده موجود في السوق، يعني اقروا. طب تجربة 52 بقى اللي عادت علينا كلها ما قريتهاش؟ انت دكتورة في ايه؟ ده انت لو بتدي حقن بس لا تصلحي. عزيزي مواطن 30 يونيو ادفع الثمن وانت ساكت، او روح شيله، انما تتحايل عليه بالطريقة بتاعت الاخ اللي بيتحايل عليك ده انسى انسى وخد البنسة. ما شاركت في 30 يونيو لست مسؤولة عما تلاه، ولم اندم ولا اعتذر لاحد. حرام، دول دكاترة بيعلموا طلبة، تخيل. أنا ولعت، سبت الأنبوبة ولعة وشغالة وفتحت ولعت، أنا ماليش دعوة باللي حصل بعد كده. أنا عريت سلوك الكهرباء وماليش علاقة، مش ندمانة وماليش علاقة باللي حصل بعد كده. أنا دست على الزناد بتاع المدفع
وماليش علاقه بقى وماليش ندمان ومش علاقه باللي حصل بعد كده. لا يا ماما ادفعي وهتدفعي او تشيلوه، انما الاستجداء لن يفيد.